زميلي العزيز احمد حازم من استاد اسوان ليخبرنا عن كواليس هذه المباراه اسوان وادي دجله. زميلي احمد لك الكلمه اتفضل. شكرا للزميل العزيز الكابتن تامر صقر وبرحب بكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان هنا من اسوان حيث الحضاره والتاريخ والجمال. طبعا مدينه اسوان بتمتاز النهارده بطقس جميل جدا، يعني خليني اقول لحضراتكم ان تقريبا الشتاء لسه ما وصلش في اسوان، درجه الحراره يعني صيفيه والاجواء هنا اكثر من رائعه. خلينا اكلم حضراتكم عن اخبار وكواليس مباراه اليوم بين نادي اسوان ونادي وادي دجله. في البدايه طبعا خلينا نتكلم على اخر استعدادات واخبار اصحاب الارض. نادي اسوان في الفتره الاخيره بعد مباراه المصري كان بيعاني من الارهاق الشديد بسبب تاخر وصول الفريق، ما كانش فيه طيران بعد مباراه نادي المصري فسافروا تاني يوم المباراه، وبالتالي يعني فضلوا ان هم ينزلوا بالمعدل التدريبي وبالحمل البدني على اللاعبين، واليومين اللي فاتوا كان بيشهدوا حاله من الريكفري للاعبين خوفا من طبعا اصابتهم بالارهاق. خليني اقول لحضراتكم برضو ان نادي اسوان ابرم أربع صفقات منهم ثلاث صفقات من نادي الزمالك تحت السن ناشئين، والطريف في الموضوع كابتن تامر إن الثلاث صفقات اسمهم يوسف وهم يوسف علي ويوسف علاء ويوسف أسامة نبيه وأيضا محمد المرسي، ولكن مش هيشاركوا في مباراة اليوم يعني بسبب بعض الأمور الإدارية، وبنسبة كبيرة ممكن نشوف ظهور أول صفقات نادي أسوان بداية من المباراة القادمة. أيضا خليني أقول لحضراتكم إن فوز النهاردة أسوان هيفرق معاهم جدا في جدول الترتيب، عشان كده يعني كان في حديث من جانب الجهاز الفني على أهمية تلك المباراة ويتعاملوا مع تلك المباراة كأنها مباراة كأس، لأن الفوز يعني صعود نادي أسوان على الأقل أربع مراكز في جدول الترتيب. بنروح على الناحية الثانية نادي وادي دجلة اللي بيدخل مباراة اليوم وهو طبعا يعني في حالة استعداد وتركيز شديد، لأن مستر تاكس جونياس كان بيتحدث مع اللاعبين على أهمية الفوز في المباراة المتبقية من الدور الأول. نادي وادي دجلة وصلوا قبل المباراة ب 48 ساعة دوت بناء على تعليمات من تاكس جونياس خوفا من الارهاق طبعا، وايضا اجروا مران اخير على ملعب المباراه امس وكان في نفس توقيت مباراه اليوم. ايضا نادي وادي دجله حتى الان لم يبرم اي صفقات. للتعرف على يعني بعض من اخبار هذه المباراه بيسعدني ان يكون معي الكابتن احمد مصطفى بيبي مدرب نادي اسوان. يعني كابتن بيبي برحب بيك على تايم سبورتس. يعني في البدايه عايز اعرف منك النهارده مباراه مهمه بالتاكيد لانها تفرق معاكم في جدول الترتيب، ولكن عايز اعرف شايف ازاي مشاركه اسلام سليمان الحارس النهارده مواليد 97 و يعني ابتدعوا عليه ثقه ومشاركه اولى ليه في الدوري الممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بك كابتن حازم الاول في اسوان، برحب بكابتن تامر في استوديو وضيوف الكرام، برحب بكم في اسوان تاني. اسلام طبعا احنا معانا من ليه 3 سنين، مواليد 97، حارس واعد. انا بقول للناس كلها استنوا اسلام سليمان، هتلاقوا حارس مبشر النهارده ان شاء الله. مصعد عوض لعب الماتشات كل اللي فاتت كلها، يمكن اسلام خد ماتش طنطا اللي في الكاس في الدور ال 32 ادى بصوره كويسه، بس مصعد كان بياخد الدوري. مصعد ايقاف 3 ماتشات، اسلام مستعد استعداد كامل ان شاء الله ربنا يوفقه النهارده. حضرتك قلت يمكن كل حاجه، احنا ان شاء الله الماتش ده يطلعنا 4-5 مراكز فوق. غايب عننا التوفيق اللي الفتره اللي فاتت، سواء من الاصابات سواء من ضربات الجزاء اللي بتضيع في اوقات غريبه شويه. نتمنى النهارده ان شاء الله ان التوفيق يكون معنا باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. طبعا المباراه على وشك البدايه فهسيبك بقى تستعد مع فرقتك. شكرا كابتن حسن. شكرا. إذا مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، دي كانت أبرز الأجواء والكواليس الخاصة بمباراة اليوم، وأيضا لقائي مع الكابتن أحمد مصطفى بيبو مدرب نادي أسوان. الكلمة تعود مرة أخرى إلى الزميل العزيز الكابتن تامر صقر. تفضل يا كابتن تامر، إليك الكلمة. شكرا للزميل العزيز أحمد حازم من استاد أسوان.